بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا جهاز ديل اوبتيبليكس، الموديل تاعه زي ما احنا شايفين 7010. ملخص المشكلة في الجهاز، ما بيعمل بوت او اقلاع من اي وحدة، سواء من الهارد ديسك او حتى جربت من هارد ديسك اخر اس اس دي، جربت من سي دي درايف، جربت من الفلاش ميموري، حتى الفلاش ميموري عليها بوتبل على الدوس، شيء بسيط يعني مفروض انه يشتغل، ولكن الجهاز رفض يعمل اقلاع من اي مكان. صحيح انا كنت متوقع المشكلة بنسبة 99% انها من البايوس، ولكن مجرد محاولات قلت ممكن يعمل اقلاع من الدوس، لانه اوبريتنج سيستم شيء بسيط يعني، ولكن كل الامور ما نجحت. طبعا في هذه الحالة لازم نقوم بإخراج البيوس من اللوحة الأم، فعلا أنا قمت بإخراجهم، هذا الشريحة الأولى وهذه الشريحة الثانية، هذه الشريحة الرئيسية 64 أمبي وهاي 32 أمبي، قمت بإخراج الشريحتين وبرمجتهم باستخدام هذه المبرمجة، وهذه شرحناها موجودة في القناة كيف ممكن نستخدمها. لو دخلنا على القناة على البلاي ليست، وفي آخر شيء في الهاردوير فور لابتوبس في مجموعة فيديوهات، لو دخلنا عليها الفيو وهذه ايش شرح وتطبيق عملي على استخدام المبرمجة RT809F. فعلا بعد ما برمجنا البيوس الجهاز رجع اشتغل، ما حبيت اكرر هذه الخطوات لان هذه الامور كله شرحناها بالتفصيل، ولكن حبيت انوه انه الجهاز اذا ما بيعمل اقلاع من اي وحده من هذه الوحدات في الغالب بتكون المشكله بنسبه 99% من البيوس. والسبب الرئيسي لهذه المشكله الصحيح انه البيوس يعني كان النسخه الموجوده عليه قديمه جدا، والشركه يعني طلعت اكثر من اصدار زي ما احنا رايحين نشوف. لو كتبنا ديل اوبتيبليكس 7010 درايفر، دخلنا على موقع الديل، رحنا على الفيزيت ليست، حددنا فقط البايوس، هذا عندي نسخة ممكن تشوف الديتيلز تاعها، نضغط على هذا السهم إصدار 29 اللي كان موجود على الجهاز على ما أظن إصدار 13. لو شفنا الأولدر فيرجن نلاحظ الشركة مظهرة إصدارات كثيرة جدا بعد 13، في منهم ريكومندد وفي منهم إيش كثير منهم كريتيكال، هذا كريتيكال، هذه ثلاثة بنلاحظ كريتيكال، وبالتالي هذه يعني بكون فيه مشاكل معينة لازم نقوم تحديثهم، اللي ما بقوم تحديثهم ممكن تصيبه هذه المشكلة، وهذه أشرنا إلها في فيديو منفصل عن أهمية تحديث البيوس في الكمبيوترات واللابتوبات بالذات. يعني أكيد ما طلعوا هذه التحديثات إلا وجدوا فيه مشاكل معينة، ومن خلال هذه التحديثات تنحل هذه المشاكل. زي ما قلنا إذا ما قمنا بالتحديث ممكن تواجهنا عدة مشاكل في الجهاز، فدائما منقول المثل ومنكرره الوقاية خير من العلاج. طبعا الآن ولله الحمد نلاحظ الجهاز شغال طبيعي بدون أي مشكلة. هذه المشكلة حبينا أشارككم إياها، إذا حد عنده أي إضافة ما يبخل فيها علينا وعلى إخوانه. نلقاكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.